صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين من داخل برنامج أسرار وحكايات. طبعا احنا في آخر حلقة قدمناها يوم الأربع اللي فات كلمنا في موضوع اغتصاب لسيدة فجر القنبلة دي. طبعا الأستاذ أيمن المحفوظ اغتصاب لسيدة مطلقة، وطبعا من أكثر من شخص. وبعد ما تم اغتصابها جاءت المفاجأة إن الست دي، لا مش هنتكلم، هنسيب ان الاستاذ ايمن يتكلم في الموضوع ده. بس قبل ما نبدا الحلقه احب ارحب بزميلتي نوره. صباح الخير يا نوره. صباح النور يا لورا. طبعا صباح الخير. نرحب بالاستاذ ايمن. صباح الخير. صباح النور استاذ ايمن. في الحلقه السابقه حضرتك فجرت قنبله عن سيده مطلقه تم اغتصابها. انا مش هقول، هسيبك انت تقول. والله انت عايز تبداي الحلقه سخنه من اولها. هو قصه سيده مطلقه تزوجت اكتر من سنه زواج كامل، وبعدين طلقت، ثم تم استدراجها من احد الاشخاص وتم اغتصابها اغتصاب كامل من هؤلاء الاشخاص. فتقدمت ببلاغ للنيابه العامه التي امرت ضبط واحضار المتهم الرئيسي في تلك الوقعه. أكثر من شخص في المحضر. أشخاص، أيوة، كما ذكر في المحضر. ثم يأتي تقرير الطب الشرعي أنها ما زالت بكر. دي كانت مفاجأة لينا، ولكن هتدينا درس. احنا طبعا كلنا متشوقين نعرف ايه هو اللغز في الموضوع ازاي. يعني اللغز بسيط جدا، لكن هتدينا برضو اكتر من درس عشان خاطر ان السادة المشاهدين يعني يقدروا يستفيدوا من هذه الواقعة، عشان بتحصل جرائم ومشاكل كتيرة بناء على هذه الفكرة. استاذ ايمن، احنا لما قرينا المحضر ان تم اغتصابها اكثر من مرة. ايوه، اكثر من مرة. متزوجة مع نفس الشخص. مع نفس الشخص ومعاشرها معاشرة الازواج، وما تقدمتش باي بلاغات سابقة. تمام. ايه اللي خلاها في الوقت ده بالتحديد ان هي تروح تدافع عن حقها وتقول لا انا اتاخد مني شيء غصب عني؟ اولا هي للاسف الشديد هي من ذوي الاحتياجات الخاصه، عندها شبه عقليه ولا تدري ماذا تفعل، وجوزوها يعني للستر وقعدت سنه، لكن جوزها ما قدرش يستحمل يعني ان هي العاهه العقليه التي تعاني منها، فطلقها بعد طبعا معاشره كامله، معاشره الازواج لمده سنه. ثم اغتصبها هذا الشخص عده مرات مع اخرين. وكان بيقول لسعادتك المفاجأة الكبيرة ان تقرير الطب الشرعي جاء بان هذه السيدة بكر. مفاجأة طبعا مذهلة، لدرجة ان هي اذت حتى سلطات التحقيق. الموضوع ده يجي ازاي؟ الموضوع ببساطة ان هي غشاء البقارة التي تحمله هذه السيدة هو غشاء لحمي سميك مرن مطاطي، يمكن ان تقيم علاقة جنسية كاملة وعدة مرات دون أن يتأثر غشاء البقارة يعني لهذه السيدة. وعايزين نقول قبل يعني ما نتكلم في القضية ديت، احنا عايزين نقول ان ياما كتير قوي في قضايا في الصعيد قتل من أجل الشرف، لأجل ان تم يعني عدم الكشف عن غشاء بقارة رغم المعاشرة الجنسية، فتم قتل الضحية وكانت بلا ذنب. أو البنت. يعني اكتر من مرة يحصل ان الزوج يكتشف ان زوجته لا تحمل غشاء بقارة، رغم ان هو قد يكون من الغشاء اللحم السميك المطاطي الذي لا يمكن فض هذا الغشاء الا بعملية جراحية. وطبعا عشان احنا في بنعاني من الجهل والتسرع، فقد تصل الموضوع الى قتل الزوجة المسكينة الضحية. فالتقرير الطب الشرعي قال ان هي بكر لانها لسه ما زالت تحمل هذا الغشاء المطاطي اللحم السميك الذي لا ينفض بالمعاشره الجنسيه ولو طال الزمان، ولابد ان تكون هناك عمليه جراحيه لازالته. طبعا يا استاذه نوره، ان في اعتراف اصلا من اكرامي ان هو تعدى على المجني عليها. بس هم ازاي يعني سنه كامله وهم مش يعني ما اكتشفوش ان هي لسه بكر؟ يعني في اولياء امور لما مثلا لما بيلاحظوا حاجه زي دي بياخدوها على طول على الدكتور. والله دي غلطه الاهل، هم ما سالوش، قالوا يعني هي فتاه عندها عاهه عقليه فاتجوزت واتسترت وخلاص والموضوع انتهى، او ما اكتشفش الزوج هذا الامر. ممكن برضه ساعه لما الزوج دخل على زوجته هذه الفتاه المعاقه قد يكون نزل بعض الدماء البسيطه جدا،
يعني تخيل ان هذا هو فض الغشاء البقره وخلاص الامور عدت. طب هما اللي خطفوها يعني ما خافوش مثلا ان هي تعمل صوت، تستنجد بحد، حاجه زي كده؟ ما احنا بنقول للاسف الشديد ان هي تعاني من عاهه عقليه، وهي الرجل يعني مش مستوعبه اللي بيحصل. اكيد مش مستوعبه اللي بيحصل، وان اكرامي دوت المتهم الاول هو يعني صديق العيله ويعني من الناس المؤتمنين عليها، فمشيت معاه اكرامي حسنيه. اكرامي خطفها استدرجها استدرجها واخذها للشقه عن طريق صاحبه. احنا عايزين نعرف عقوبة استدراج فتاة لا تدرك الواقع. الاغتصاب الكامل، الاغتصاب الكامل بشكله الطبيعي ومعاشة الازواج والاستدراج وظروف القضية ان الفتاة تعاني من عاهة عقلية، فهو جريمة عقوبتها الاعدام. الاعدام طبعا. القضية بلا دي شك. حصل فيها حكم؟ لا، هي القضية لسه قيد التحقيقات والمتهمين لسه بيتجدد لهم في اعتراف للمتهمين. لإكرامي ضد صاحبه. أيوة يا فندم. تم القبض على صاحب إكرامي؟ للأسف الشديد ما زالت البحث عن هذا المتهم الهارب والمتهمين الآخرين. للأسف الشديد أنا كان نفسي إن المتهمين كلهم يتقبض عليهم، لكن للأسف مفيش غير متهم واحد بس المقبوض عليهم، وما زال البحث جاريا عن باقي المتهمين. هو تم القبض عليهم ولا هي هربت ولا ايه بالظبط؟ يعني هي لما كانت لما كانوا خاطفينها هم قبض عليهم، يعني المباحث عملت الاجراءات ولا لا؟ هي قصدها تقول تم التبليغ عنهم فتم القبض عليهم؟ لا لا لا، هو استدرجها وفضل معاها اسبوع 10 ايام على حد يعني كلام البنت، حسب يعني لان اهلها كانوا مبلغين اهلها مبلغين باختفاء بنتهم ان الفتاه مختفيه يعني منعها عقليه كانت بتدور عليها، فجاه لقوا البنت داخله عليهم البيت، لان هو رجعها تاني لبيت اهلها فدخلت عليهم البيت. ايه اللي هو حصل؟ كان متقدم لها يا استاذ ايمن؟ اكيد كان متقدم لها والاهل رفضوا زي ما قال هو اعترف بس بكده. ده متزوج وهم يعني متزوج وليه ظروف خاصة وهم رفضوا، من حقهم ان هم يرفضوا من يعني حقهم طبعا أكيد. يعني مش هو يخطف البنت او يستدرجها وينوب عليها اغتصاب، وانا لو عايز يتجوزها يعني لا لا، يشوف هو صحابه كمان خطفها بيغتصبوها واغتصبها ويقول عايز يتجوزها، طبعا ده انسان، دي وحشية طبعا، وحشية ويستاهل الاعدام، وده القانون بيأكد على انه لابد ان تكون عقوبة الاعدام هي العقوبة الرادعة ليه، وان شاء الله هيكون جزاؤه الاعدام باذن الله. ان شاء الله. احنا هنتكلم النهارده معاك في موضوع كومسالي واخر قضيه. البنت اللي اتغرمت اللي هي كانت يعني انتشر على السوشيال ميديا ان في فتاه بعت الموبايل بتاعها عشان خاطر تسدد قيمه اشتراك، غرامه الاشتراك، غرامه الاشتراك، غرامه انتهاء الاشتراك. صحه والله الاقوال، احنا عايزين نعرف صحه الاقوال دي حقيقي ولا اشاعات؟ لا حقيقي فعلا، وانا اطلعت بنفسي على ايصال سداد الغرامه، كان ب 2630 جنيه تقريبا، وطبعا ده رقم خرافي مش حد هيقدر يعني وبالذات بنت تكون بنت جامعيه ان هي تدفعه. ده تعنت من الكمساري وتعنت يعني شايفه ان هو فاق حدود الوصف، ان هو يجبر فتاه على بيع موبايلها في القطر وبعدين زمايلها كمان يحاولوا ان هم يجمعوا باقي المبلغ. هو مبلغ كبير فصعب جدا ان حد يجمعه، وخصوصا ان دي طالبه. حتى لو كان القانون بيقول كده، انا ما اعرفش ان انهي قانون يقول كده ان غرامه الاشتراك تكون اعلى من الاشتراك ذاته. انت اشتراكك انتهى، انا ده اللي انا اعرفه، وده القانون بيقول كده والعرف يقول كده والرحمه تقول كده. انا ارى في الكمساري ده زي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي ارى رجلا قد نزع الله الرحمه من قلبه، حتى وان كان القانون بيقول كده، وحتى لو كانت دي تعليمات المسؤولين في وزاره النقل، انا ما اعتقدش دي طبعا تعليمات وزاره النقل، تعليمات وزاره النقل بتقول ان هي حسن مراعاه معامله الجمهور ومعاملته معامله حسنه، لكن هو يجبر فتاه يعني مش حتى شاب، وان هو يدفع 2000 تدفع البنت 2650 كان المفروض البنت دفعت الغرامه اللي هي ال 10 جنيه تمام، وتدفع قيمه المسافه نفسها، ما تدفعش المبلغ ده كله. طبعا تقريبا صعب، مبلغ مستحيل. كبير جدا وصعب على طالبه لسه راجعه من الدراسه ومعاها اصحابها، اجبرها ان هي تبيع موبايلها، صعبه جدا. لا ده الكمساري ده، انا بناشد السيد وزير النقل ان هو يعني وزاره النقل وهيئه السكه الحديد
ما يشرفهاش ان يكون فيكم سرب بالشكل دوت بين موظفينها. الراجل ده يعني كفايه الرهبه والارهاب اللي كان في البنت والرعب اللي كان بيمليها عشان تضطر ان هي تبيع موبايلها. اكيد طبعا. وبعدين موبايلها ده يعني حياتنا. الموبايل بالنسبه لي هو حياه خصية. عليه اسرارنا وخصوصياتنا، ان يتجبر على ان هو ده بقى نوع من انواع الاغتصاب. الكمساري ده انا بعتبره هو اغتصب حق من حقوقها واجبرها عليه. انا شايف ان الكمساري ده لازم يحال فعلا للتقاعد وما يكونش ما بين موظفين السكه الحديد. وانا بطالب ان هو يعني انا شايف ان هو ما يكونش موجود في بين موظفين السكه الحديد، وبطالب ان يكون في تعليمات مباشره لحسن تعامل الجمهور. من وجهه نظرك كان المفروض الكمساري يعمل معاها ايه؟ والله انا ما مش خبير في مساله السكه الحديد والغرامات وكده، لكن انا شايف ان في رحمه لازم تكون قبل اي قانون، الرحمه وروح القانون قبل تطبيق القانون. انا سمعت ان الكمساري بياخد 40% من قيمه هذا الاشتراك او هذه الغرامه لنفسه. ممكن يكون عمل كده عشان ياخد القيمه؟ لا ده كده، ده هل ده مال حلال؟ لا حرام طبعا. حلال ده مال حرام، دخل بيته طبعا وادخله على هيئه السكه الحديد. وانا بطالب يعني بطالب ان هو ما يكونش موجود وما يتكررش هذا الوضع. يعني هو لو كان اعتبرها كمان زي بنته ما كانش حصل ده كل، يعني ما كانش هو من وجهه نظره بيطبق القانون، بس لا. هو بيطبق القانون خاطئ. لا مش ده مش تطبيق للقانون. لا بس ده مش تطبيق القانون، يعني ده اعدام. القانون ارحب من كده بكتير. اكيد طبعا. انا شايف ان واقعه مؤسفه. انا تقريبا لازم نعتذر لهذه الفتاة. انا تقريبا يعني البنت دي يا استاذ ايمن، انا تقريبا انا لو في وضعها وفي مكانها وحصل معايا كده انا مش هركب قطره تاني. طبعا انا مش هركب دي، مش هتتعلم تاني ومش تبقى ام صالحه وهتكره البلد. احنا عايزين الناس تحب بلدها ولا تكره بلدها؟ انتوا بتطبقوا ده، هو ده القانون؟ يعني هو القانون خلاص يعني وقف على فتاه ده اشتراكها سواء سهم عنها او ان ما معهاش قيمه الاشتراك او ما قدرتش تجدده او في كان في ما عندهاش وقت فراغ ان هي تجدد هذا الاشتراك، فيكون عقوبتها تدفع 2600 جنيه طالبه راحت جامعه. دي هتكره بلدها وتكره الناس وتكره القطوره ومش تبقى ام صالحه. لا ده دي جريمه في حق الوطن من الكمساري ده. ده كمساري ظالم طبعا. الحلقه شيقه جدا، بس هنطلع فاصل يا جماعه وهنرجع تاني للاستاذ ايمن. رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين مع الأستاذ أيمن محفوظ. أستاذ أيمن، ما صحة ادعاء الممثل إن ادعى إن زوجته المذيعة إن هي بتتعدد الأزواج؟ والله أنا ما أقدرش أقول لك صحة ادعائه من عدمه، لأن صحة ادعائه من عدمه هو ملزم إن هو يقيم الدليل على ادعائه ذاته. أستاذ أيمن عايز أسألك على حاجة. في أحد المشاهدين تمام بعت لنا وقال لنا أنا طلقت مراتي بس طلاق شفوي تمام؟ ما عملش ورق وكده، وبعد ما طلق السيده دي سابته وهو ترك المكان ومشي سافر بره مصر، ما بعتلهاش الورقه. الست دي اتجوزت واحد تاني وخلفت من التاني، هي كده مخلفه من الاولاني. ايوه. ومخلفه من التاني قانونا. عايزين نعرف راي حضرتك. طبعا لما حصلت، هكمل لك بس القضيه، لما حصلت مشكله بينها وبين والدتها اللي راحت بلغت عنها، قالت بنتي تعددت الأزواج قانونا وشرعا، رأي حضرتك إيه؟ أولا دي بتيجي هتدفعنا الموضوع الطلاق الشفوي والطلاق الموثق. أنا رأيي إن الشرع أنا مش رجل دين، لكن أنا يعني بستمد هي عدت المدة اللي هي مدة الطلاق بعد الطلاق. إحنا بنتكلم دلوقتي. والله هو أصار تم إثارة الطلاق الشفوي والطلاق الموثق في موضوع كبير قوي، ولكن للأسف رجال الدين عندنا قالوا إن لازم إحنا لا نعترف بالزواج إلا موثق، يعني كمستند قانوني، لكن رجال الدين قالوا إن الطلاق يقع. فإحنا بين حيرة ما بين الدين ورجال القانون، فمشكلة كبيرة جدا.
دلوقتي في قضيه، دام في قضيه هي ما زالت على ذمه الزوج رسميا، يعني الزوج الاولاني لو بلغ فيها دلوقتي طبعًا يحبسها. طبعا طبعا، لانها ما زالت على ذمته. كونها ان هي تتزوج باخر، احنا مش يعني راي الدين ده اتركيه جانبا، لان هو يعني راي الدين انا مش هقدر افتي فيه، خلينا في راي القانون. هي ما زالت على سند صحيح ان هي زوجه لهذا الرجل بموجب وثيقه رسميه وزوجته، كنا نتزوج عليه في اخر، فهي ارتكبت جريمه الزنا وجريمه التزوير. اما اذا بصينا للشرع وهنشوف ايه وضع الاولاد، فهي زواجها الثاني هو زواج باطل وزواجها الاول صحيح. واذا كان الزوج حسن النيه، الزوج الثاني حسن النيه، لا يعفى طبعا من العقوبه. هو دلوقتي وينسب الطفل الاول، هو دلوقتي اتقبض عليه واتحبس الزوج الثاني، يبقى كان عالم. اه طبعا كان عارف كل حاجه، اكيد كان عالم. لكن ساعات بيجي الزوج الثاني ده ما بيكونش عارف، وبالذات في يعني في ارياف مصرنا يعني وكده، والمناطق الشعبيه بتبقى الامور يعني فيها بعض السهوله شويه وبعض التغاضي عن بعض الامور الرسميه يعني. ما دام الزوج عارف هيكون شريك للزوجه في جريمه الزنا وجريمه التزوير. الزوجه كده هتتعاقب عقوبه عقوبه تعدد الازواج. اكيد طبعا، عقوبتها قد تصل للسجن، وان كانت ده لو كانت زورت في وثيقه رسميه. لا هي ما عملتش اي اجراء، هي قامت مع علاقه كده بس، علاقه. طب الجواز كان ايه، عرفي ولا رسمي؟ عرفي، راحت اتجوزت. عرفي يبقى زنا وتزوير في محرر رسمي طبعا طبقا للماده 315، فتعاقب بعقوبه الحبس بمده لا تزيد عن سنتين. تمام. احنا هنتكلم معاك النهارده في قضيه راجح. طبعا احنا شفنا راجح لابس لبس ابيض. عايزين توضح لنا. والقضيه طبعا اتحجزت للحكم. اي تمام. تمام؟ عايزين نعرف ايه اللبس الابيض؟ معنى ذلك ان هو عدى 18 سنه. وضح لنا. مش ايوه طبعا، انت اكيد عايزه تعرفي اكيد الموضوع راجح، وكلكم عايزين توصلوا الحق. هو الموضوع شيق طبعا، من اجل من هذا الشخص القاتل اللي اسمه راجح. احنا اكتشفنا ان هو دخل محبسه، جاء من محبسه للوصول امام عداله المحكمه بلبس ابيض مختلف عن الباقي المتهمين، وهذا يؤكد ان هو كان في سجن عمومي، والسجن العمومي لا يمكن ان يقيم فيه شخص اقل من 18 سنه. فكده عشان راجح تم ال 18 سنه برغم التزوير وبرغم الحاجات اللي حصلت دي كلها. لا انا ما اقدرش نقول تزوير، انت بتدعي هو دلوقتي في اشاعات على السوشيال ميديا قالوا ان في تزوير لشهاده ميلاد راجح انه اقل من 18 سنه، ولكن المحكمه قالت قول فصل في هذه المساله، وقالت ان سنه اقل من 18 سنه، فاحنا ده قرار محكمه لا يمكن مناقشته. ده بيثبت ان عداله القانون المصري، عنوان القانون المصري عادل. طبعا طبعا. طب هو في واحد مثلا ممكن يكون سنه تحت 18 سنه يروح الانتخابات ينتخب؟ لا طبعا، لا طبعا، سن 18 سنه سن الانتخابات. هو دوت كان في الجسر الثالثه جده قال الاقوال ده على لسانه. والله المحكمة قالت، فكلام المحكمة هو عنوان الحقيقة، ما نقدرش نقول كلام تاني. وبدأ المحكمة حكمت وحجزت الدعوة الحكم وقبلت أن يحاكم هذا المتهم أمام عدالة المحكمة، فهي المحكمة المختصة بمحكمة الأحداث، فكان وقت ارتكاب الجريمة فإن راجح كان أقل من 18 سنة. وتعظيم سلام لكلام المحكمة، فيش كلام تاني. الإشاعات دي على السوشيال ميديا والكلام ده كلام يعني عاري من الصحة، لأن المحكمة أقرت أن سنه أقل من 18 سنة، لكن ظهوره بالملابس البيضاء معناه أن هو أتم فعلا دلوقتي 18 سنة، فمن باب أولى أن يكون في سجن للكبار وسجن عمومي. فكان هو بدأ تم 18 سنة، طبعا سلطات الأمن وضعته في سجن عمومي لانه فعلا تم 18 سنه، ولو خد حكم هيبتدي ينفذه خلاص بقى في سجن عمومي لانه خلاص اتم ال 18 سنه. يا استاذ ايمن احنا هنسالك بس على حاجه عشان وقت البرنامج بس. طبعا احنا عارفين واقعه التنمر بتاعه الشاب الافريقي الطالب الافريقي. تمام. ممكن توضح لنا صحه اقوال هذه الواقعه؟ الواقعه دي حصلت في مكان اسمه عزبه مكاوي تبع حدائق القبه. شويه اطفال بيحبوا يهزروا ويضحكوا، ودي طبعا يعني مش مبرر ليهم، بالعكس دي قله تربيه. انا أكيد. بقول ان هم
عيال مش متربيه. هي المشكله بيبقى ما فيش توعيه من الاهل، يعني لو في توعيه من الاهل كان التنمر على الاقل كان هيبقى اقل او مش موجود. هم بيدفعوا مش موجود. بيدفعوا التهمه عنهم الثابته في حقهم ان هم كانوا بيهزروا. لا، الهزار ما ينفعش كده، لا ما ينفعش. هو الفيديو احنا طبعا كلنا شفناه، وطبعا اكيد المشاهدين شافوه، الفيديو ما فيهوش هزار. لا، حتى لو كانوا بيهزروا، انا اضع شخص غلبان غريب ضيف في بلدنا، مش دي كانت اخلاق المصريين ابدا. طبعا دي مش اخلاق، ولا دي اخلاق ولاد البلد. ده من منطقه شعبيه، عزبه مكاوي دي منطقه شعبيه، يعني كلها ولاد بلد وكلها ناس كويسه وناس محترمه ويعرفوا الاصول. ازاي يخرج من هذه المنطقه الشعبيه شباب يهينوا شاب غريب ضيف عندهم؟ ده احنا لازم نكرم ضيفنا. أكيد. والشاب ده مش افريقي، يعني افريقي ده كمان عربي، يعني يعتبر من جنوب السودان، من دولة جنوب السودان المنفصلة عن مصر سابقا، لان كان الجنوب السوداني دوت رغم الفرقة السياسية اللي حصلت، وتم تقسيم السودان وتم تقسيم الى شمال وجنوب، فهو كان في يوم من الايام كان مواطن مصري يخضع للسيادة المصرية، يعني كان ده مش افريقي قد ما كان مصري في وقت من الاوقات. دي مش اخلاقنا ولا تربيتنا، ولازم الشباب دول يقعوا تحت طائلة القانون ويتعاقبوا بتهمة تعاقب بهم الحبس، وقد تصل إلى عقوبة المادة 375 عقوبات بالمرسوم رقم 10 لسنة 2011، اللي قد تصل العقوبة فيها إلى سنة. يا جماعة، وأنا رأيي إن هم يتحبسوا عشان يتربوا ويكونوا عبرة لازم غيرهم. كل واحد يعمل توعية لأولاده. بس احنا قبل طبعا احنا هنتكلم في موضوع تاني يا جماعة، عايزين نقول لكم على مفاجأة النهاردة. أستاذ أيمن محفوظ مرشح لمجلس النواب، دي مفاجأة. كلمنا عن برنامجك الانتخابي، وليه أصلا أنت فكرت في ترشيحك لمجلس النواب؟ والله أنا شايف أن في بعض يعني أنا كان نفسي أتمنى أن أنا أخدم الناس من غير منصب ومن غير أن أنا أكون في وضع من انت بتخدم الناس فعلا من غير منصب. ايوه الحمد لله، لكن انا قلت ممكن المنصب يساعدني اكتر في خدمه الناس. أكيد. في اطار ان احنا شايفين ظاهره عبده مشتاق اصبحت ظاهره عامه، كله محتاج ان هو يصل الى كرسي البرلمان باي شكل وباي صوره. طب رشح نفسك عن دايره الزاويه والشرابيه. الزاويه والشرابيه دول اهلي ودول ناسي ودول اخواتي ودول حبايبي، وشايف ان لازم نساعدهم. وقلت ان انا ما ارشح نفسي قد اكون يعني ترس في عجله كعجله كبيره في خدمه الناس، ويعني وان انا اوصل صوتهم للمسؤولين. وانا شايف ان المسؤولين محتاجين، يعني انا عارف ان النواب بتوعنا برضو كويسين وزي الفل، انا ما بنكرش ذلك، وكل المرشحين كويسين، لكن انا شايف ان في لازم نكون في مخاطبه شديده شويه للمسؤولين، وان تفعيل دور عضو مجلس النواب في مخاطبة المسؤول، وان هو يوصل صوت الناس ليه ويخدم الناس. اهم حاجة عندنا خدمة الناس، مش اهم حاجة عندنا ان احنا نقعد على كرسي ونتمنظر على الناس. لا، احنا عايزين نوصل للناس بخدمات وحاجات كتيرة قوي قوي. يعني انا لسه يعني ببدأ في لسه الفكرة جايالي من حوالي يومين ثلاثة، لكن انا عندي طموحات كبيره قوي ان اوصل صوت الغلابه للمسؤولين واحقق احلامهم. انا نفسي كده، وعايز اقول يعني الناس تعبت، اللي عضو مجلس النواب في كل الدوائر الناس بيقولوا ان هو بيصحى بس وقت الانتخابات وبعد كده بينام تاني. ده كلام انا شايفه في كل الدوائر والناس قالت عليه كده. لا، احنا عايزين نصحى بقى كل الوقت ونوصل للسادة النواب ان في منافسين جايين قادمين اقوياء كويس، وانا واخويا يعني انا كمان برنامجي الانتخابي قائم على ان الزاوية الشرابية يعني كانوا معقل الفتنة الطائفية في وقت من الاوقات، ولكن انا شفت ان انا هتعاون مع اخي وصديقي وزميل عمري الاستاذ المستشار الامير نصيف القبطي عشان اكون في مجلس النواب عن دايرة الزاوية الشرابية مسلم وقبطي في ايد واحدة بيخدموا اهل الشرابية والزاوية ووصلوا صوتهم للمسؤولين.
ونهايه الحلقه بنحب نشكر الاستاذ ايمن. انا عايز اقول حاجه بس صغيره كده قبل ما اتفضل. في شكوى انا اتحملتها قبل ما اوصل البرنامج بدقائق، ان في ظاهره عامه مصر كلها ما حدش يتكلم عنها للاسف، وانا بديكم ان انتوا يعني تبحثوا في هذه الظاهره. اتفضل. هي ظاهره السايبرات والعاب القمار في السايبرات. العاب القمار، الاولاد ابتدوا يسرقوا من اهاليهم عشان يلعبوا العاب القمار في السايبرات. انت عارفه حضرتك السايبرات اللي هي أكيد. بتاعت الالعاب الالكترونيه. القمار ده ممنوع. في لعبه قمار مشهوره. تمام. في لعبه قمار مشهوره جدا على بتتلعب على النت. انا ما اعرفش تفاصيلها والله للاسف، بس الناس كلها قالوا لي ان دي بوظت الشباب. الشباب بقوا يسرقوا عشان يلعبوا اللعبه دي من اجل المقامره، ويمكن مره يكسبوا، ولكن في الاخر وفي الاول بيخسروا بيديهم. وبيخسروا حياتهم، وبيوصلوا ان هم بيسرقوا اهاليهم. أكيد. وبيسرقوا وبيوصلوا. احنا كده برضو عايز كل الجهات الرقابيه بما فيها مباحث الاداب ومباحث المصنفات وكل مباحث الاقسام ان هي تعمل رقابه كامله وشديده على السايبرات، وبالذات لعبه القمار دي، يعني حمايه لشبابنا. وانا بشكركم جدا. شكرا لحضرتك. شكرا ليك، شرفتنا. شرف في نهايه الفقره بنشكر الاستاذ ايمن محفوظ، وكونوا معنا في الفقرة الثانية مع الدكتورة بشير.